عجيل الفطر وتأخير السحور. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر سنة ويجوز تأخيره، وهو ما يسمى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما يؤخر السحور. من يعرفه؟ ها؟ الوصال. الوصال يواصل، الوصال يعني ما يفطر، يواصل الليل بالنهار، يصل الليل بالنهار. ما حكم هذا الوصال؟ السنة أن يفطر مبكرا، أذن المغرب أفطر، هذه السنة. يقول بعض أهل العلم حتى لو لم تجد شيئا على الأقل من داخل يقول أفطرت، يعني انوي الفطرة وإن لم تجد شيئا. افرض إنسان ما حول طعام ولا شراب، هو بالسيارة وكذا، ما نقول افتح الراديتر واشرب الماء الراديتر مثلا كذا، ما احتاج. طيب طيب ماذا افعل؟ نقول انوي الفطر، انوي الفطر، انوي الفطر. يصير يقرب مظافره؟ ليش؟ كان مضاف و ها دخل، يعني يصير اذا ما دخل يبي يفطر. لا يبي يفطر هو، ايه لا بس يبي ياكل شيء، ماكو شيء عنده. طيب فإذا قالوا ينوي الفطر، ينوي الفطر في قلبه وإن لم يأكل شيئا. طيب لو واصل النبي صلى الله عليه وسلم، واصل كان يواصل اليوم واليومين صلى الله عليه وسلم، يعني يواصل الليل بالنهار بالليل بالنهار هكذا، يعني من الفجر يصوم صلى الله عليه وسلم، يدخل المغرب ما يفطر، إلى أن يدخل الفجر ما يفطر، يدم اليوم الثاني، يعني يومين وراء بعض أو ثلاثة أيام مع بعض ما يفطر صلى الله عليه وسلم. هذه يسمونها الوصال. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فعلوا مثله، لأنه القدوة صلى الله عليه وسلم، فواصلوا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل، نحن نريد أن نتبعك وأنت تواصل، نريد أن نفعل مثل ما تفعل. يقول فواصل بهم، يعني يوم يومين واصل بهم، ثم دخل عليهم العيد فقال لولا ذلك لواصلت بكم، يعني شديت عليكم عشان تتوبون. خلاص قلت لكم لا تواصلون، لا تواصلون. ثم جاء الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن كان مواصلا فإلى السحر. هذا مأذون به، إن الإنسان يستمر بالوصال إلى السحر، يعني إلى آخر الليل، يعني أذن عليك المغرب ما تفطر، الظل صايم، يأذن عليك العشاء تظل صايم، تصلي التراويح تظل صايم، ليه 9 ليه 10 ليه 11 ليه 12 ليه 1 ليه 2 قريب الفجر كل. فهنا يجوز لك أن تواصل إلى السحر، لكن بعد السحر أكثر أهل العلم على أنه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الوصال صلوات ربي وسلامه، ثم أذن فقال فمن كان منكم مواصلا فإلى السحر، أي مأذون لكم إلى السحر. والسحر هو وقت السحور الذي هو آخر الليل. نعم، إذن السنة المبادرة إلى الفطر وتأخير السحور.